لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأنا رجعتكم حقا لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا كرا ونكيرا وأشهد أن النشر حقا والبعث حقا وأن الصراط حقا والمرصاد حقا والميزان حقا والحشر حقا والحساب حقا والجنة والنار حقا والوعد والوعيد بهما حال يا مولاي شكي من خالفكم وصعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي من عدوه فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرزقا طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.